طلع النبي انا شد دمك انا من بلاد الدكرور اقسم بالله سقف لك انا عايز مش عامله كده ليه دي حاجه من علم النفس ما تعرفهاش ولا ايه اي حد بيخش يعمل كده صح نسيت ده بيعبر عن ايه ده بيعبر عن ايه اعرفش بس انا شفت فيديو 15 دقيقه مستوحى من الحوار ده سبيد ديتنج شو المالتي فيرس ودول اتنين بيتعرفوا على بعض انت اسمك ايه ازيك ما سلمش كده عادي برينسس برينسس ماشي خلاص لا كده مش عارف ابوس انا اسف والله بوزيشن خلاص مش مهم انت اسمك ايه حسناء حلو هو صوتك يعني معلش في الكلمه وتخين شويه تخين تعرفش رضوى الشربين ولا ايه سوري المهم يعني دي حاجة من علم النفس ما تعرفهاش ولا ايه؟ اي حد بيخش يعمل كده صح نسيت ده بيعبر عن ايه؟ يعني ده بيعبر عن ايه؟ معرفش بس انا شفت فيديو 15 دقيقة مستوحى من الحوار ده انت نايت مورنينج ولا داي مورنينج ولا انت ايه حكايتك بالظبط ولا انت ايه؟ انا جود مورنينج انا قلت كده برضه على فكرة انا كويس الحمد لله انت عامل ايه؟ برنسس يعني ايه الريد فلاجز اللي عندك والجرين فلاجز من ناحيتك هقولك الاور لايف يعني ما عندي مشكله كبيره جدا لما بتعصب بشد في شعري هتلاقي نص وشي ده يعني انت شايف تقريبا ايه الريد فلاج اللي شايفها لو في الشخص اللي قدامك مش هتقدر تكمل معاه كدب انا كدابه كده ماشي طب ايه الجرين فلاج اللي بتحبها في الشخص اللي قدامك عشان تكمل معاه والله الجرين فلاجز هي مش جرين فلاج معينة يعني انا ممكن اختار معظم الجرين فلاجز مع بعض اهم حاجة ما تكونش عنادية ما تكونش دمها تقيل عشان احنا كرجالة ما بنحبش اللي دمه تقيل تكون فرفوشة تكون بتعرف تطبخ تكون بتمشي على الحيط تكون بتطير تكون بتلعب فيفا عشان بحب وقت فراغ يلعب فيفا تكون بتلعب فالورنت تكون عندها سكنات كتير ثواني اتفضل نرجع اربع كلمات ورا ايه تمشي على الحيط دي معلش انت منين يا وحش الموضوع الاساسي هو الزرار ده بيعمل ايه لا ايدك لا توحشك انا بس اللي ادوس هنا ايدي قلت لك روحت فين هو انت وانت بتبقى قاعده لوحدك يعني بتحسي بايه ايش هقول لك قلبتي استنى ثواني انت عندك سلوك في غضروف رهيب تمام انا وانا قاعد رقبتك مش تبع جسمك قولي لي بقى انا على فكره انا ليا في يعني هاتي ايدك ممكن تديني ايدك متحرش لا مش عادي ما عنديش مشاكل هاتي ايدك كف ايدك من الناحيه الثانيه عند البلاطه دي ايوه انت بتقرا الكف ولا ايه؟ ادي البيضة ودي اللي هتهزر معايا؟ هتهزر معايا؟ معلش انا قلت بس ردت في الجو بما انك صوتك تقيل ودمك تقيل فانا قلت تقيل ايه؟ انا كنت شايل قطر هنا مش لاقي مش لاقي والله العظيم انت معاك عربية؟ اكيد معاك عربية ولا لا؟ اكيد لا تمام احنا مسالناش سؤال مهم انت منين؟ عشان لو من اكتوبر انا مش هجيلك انا من المعادي بقى وبعيد وكده لا انا من الفيوم طب ايه انا مكسوف شويه فعواني لا فك كده لا لك ولا ايه مش فاهم هو انا ممكن يعني لو مشيت معاك في شارع ونزلنا اول ديت مع بعض تمام يو كان تراست مي في ايفريثينج اي دو ات ولا لا اوف كورس نو اول ديت تنعرفك اكيد كده بقى مأمنة نفسي شفت الفيديو 65 دقيقة عن تأمين النفس في الذات في الليل لوحدي ما انت لازم تكون واثقة فيا من غير ما تأمني نفسك يعني انا هنا المفروض أأمنك اعرفك منين تكسفني بص فكك من الإحراج احنا هنا بنتعامل بكل ثقة وجدية انت مش شايف ايدي ولا ايه بابر انت بتسكبني
اطلع بره. طب على طول اكون معوره كده ثانية واحده. ثانية، لا لا تعالى ثواني تعالى بقى، تعالى ثواني بس ثانية تعالى واحدة. تعالى بس اتصل معايا. يا استاذ لطيف، ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة، وتكتب لنا كومنت لو انت عايز فيديوهات من دي مرة تانية.